العراق كما تعرفون في بلدكم في العراق الناس على السنة من غير اجتهاد بعدها، وآخرين قالوا بأنهم يجتهدون بالإضافة إلى السنة، فتأسس المذهب الجعفري في العراق، وقسم شعبنا على المذهب الجعفري قسم كبير، والآخرين كلهم كل واحد يمارس طقوسه بحريته، بس اللي يحاول يحول الطقوس إلى موقف للفرقة لا، عم نقول له يا ولد دير بالك انتبه، وإذا ما تنتبه ترى بطقك على خشمك. هذا حق، لأن احنا نريد الشعب ياكل نفسه، ناس تكون تاكل ناس، والله واحد يقول أنا هيك اجتهد وأنت هيك تجتهد. تبي قال لك هذه المذاهب صار لها من فترة طويلة من الزمن، شنو علاقتنا احنا في انه الان نختلف؟ كل واحد يروح على حريته ياخذ يتبنى المذهب اللي يريده على راحته، احنا ما ندخل في هذا، بس انه يحاول الفرقة المذهبية او الفرقة في طريقته في رؤية الدين الى انه يقسم الشعب، لا، هذه ترى خطيرة عليكم في الجزائر، لا تقبلوا بها.